الدور، وكان إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تحسين العرض في هذه النقطة على أمل تحقيق توافق حولها قبل الانتقال لمناقشة باقي عناصر الملف المطلبي الكونفدرالي، وهو ما تم بالفعل خلال هذا الاجتماع بعد تفاوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تم رفع سقف زيادة الأجور من 300 درهم إلى 400 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10 الرتبة 5 وتحت، ومن 400 درهم إلى 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلم 10 والرتبة 6 وفوق، والرفع في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والفلاحي السميد والسمار. وتم التأكيد على أن يكون المفعول المادي هو ذات مايو 2019 للجميع. كما تم التأكيد على ضرورة تسمية النزاعات وإيقاف المتابعات وتنفيذ الالتزامات واحترام قانون الشغل والحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين. وخلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الداخلية يوم 11 أبريل 2019 والذي ترأسه وزير الداخلية وحضره ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية وممثلو أرباب العمل، تم التوافق على عرض تحسين الدخل وتأكيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة معالجة باقي القضايا والملفات وتنفيذ الالتزامات السابقة، وخصوصا ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمسؤولية لمشروع اتفاق من أجل إهداء الرأي، أرسلت جوابا لوزارة الداخلية يحتوي على مختلف التعديلات التي يجب تضمينها لهذا المشروع، وخاصة الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من 3 مايو 2019، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، وإرجاع البطولية التي خاضتها منظمتنا منذ التأسيس والتي وسمت تاريخ المغرب المعاصر بتضحيات مناضلاتها ومناضليها الذين أدوا الثمن غاليا. ومباشرة بعد المؤتمر السادس الذي نحيي مناضلاتنا ومناضلينا على إنجاحه تنظيميا وإشعاعيا وفكريا، خاضت معارك نضالية بطولية استشعار نضال متواصل من 20 فبراير إلى 20 يوليو، تمثلت في قافلة وطنية للسيارات بمدينة طنجة يوم 11 يناير، وإدراك عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير، مسيرات 24 فبراير بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية متزامنة مع جلسات محاكمة أخ حساب، معارك ضالية في تواريخ تحمل دلالات ورمزية خاصة في تاريخ نضالات الشعب المغربي، والتي لا تزال بعد مطالبها راهنية بل جعلت من الإنسان آلة لربحها لتربح على ظهره كل ما تريه، فلا ثم لا لهذا النهج اللا إنساني الذين يريدونه عالميا. فمن هنا الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أحيي كل المناضلين والمناضلات والشرفاء في هذا الوطن وفي هذه المدينة، وعلينا أن نناضل ونجعل جبهة قوية لنرد إلى العرائش بهجتها، العرائش التي كانت تسمى عما قريب جوهرة الشمال لا بيرلا دو نويربي، قالوها ما وتركوا لها بصمة، وأعطى الله هذه الميزة البحر والغابة والنهر وكل شيء، ولذا عليهم أن يتركوا ولا يسرقوا بهجتها ويتركوا جوهرتها مصقولة يانعة ليتمتع بها جميع الجميع وساكنتها
هي الأولى وشبابها حتى لا يرتمي في براثين المخدرات والهجرة السرية. إخواني أخوات، كنا في الاتحاد المحلي وبتنسيق مع إخواني في الجامعة الوطنية التعليم نريد أن نقوم بمهرجان خطابي وبمسيرة، ونظرا لحدادنا على أخواتنا العمال والعمال والعاملات التين توفوا وقرأنا عليهم الفاتحة، نؤجل مسيرتنا ونكتفي بمهرجاننا الخطابي حدادا على أرواح الشهداء والشهيدات الذين توفوا بالقنيطرة وبأجدين للعيش نظرا وبمناسبة العيش الكريم الذين يبحثون عنه في ظروف قاسية. وعلى ومن هنا من العرائف نطالب السلطات بفتح تحقيق عن كل ملابسات وأسباب الحوادث التي تقع ولا سيما للعمال والعاملات. فبالأمس كان لساسة حريق لساسة، وهذه وبهذه الساحة التي تسمى ساحة الشهداء ألغينا مسيرتنا واحتفالنا حدادا على المحروقين والمحروقات في معمل لساسة، وشاءت الظروف أن نعيد الكرة ولا أن نجد المسؤولين الذين يفكرون في العامل والعاملة كيف يتم نقلهم أو كيف يعملون. فبمبادرة من الكونفدرالية نقوم بمبادرة للتعريف بالعمل اللائق. الحكومة يوم 25 أبريل 2019 من أجل التوقيع على الاتفاق، وبعد توصل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمشروع هذا الاتفاق صبيحة يوم 25 أبريل، ولاحظت عدم إدراك مقترحاتها وتعديلاتها، قامت بإرسال جوابها لرئاسة الحكومة مؤكدة مرة أخرى ضرورة تضمين اتفاق هذه التعديلات كشرط للتوقيع آمنة في التوصل إلى اتفاق متوافق عليه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات والالتزامات الموقعة. إلا أنه أمام رفض السيد رئيس الحكومة، إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق الذي يفتح المجال إلى المزيد من الهجاسة في الشغل ومواصلة ضرب الحريات النقابية عبر القانون التنظيمي، ليس لممارسة حق الإدراج ولكن لمنع هذا التاريخي للحركة النقابية كوسيلة للدفاع عن المكتسبات ورفع الظلم الاجتماعي، كما أن هذا الاتفاق يعطي صلاحيات كبرى للحكومة في مواصلة تمرير القوانين الاجتماعية خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي بما يخدم مصالح أرباب العمل في المرونة وهشاشة العلاقات الشغيلة. قررت الكونفدرالية عدم التوقيع على هذا الاتفاق وانسحبت من جلسة الحوار. هذه هي الأسباب التي دفعت في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الانسحاب من اجتماع يوم 25 أبريل 2019 ورفضها التوقيع على الاتفاق، وهو ما حرصت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار احترامها لمبدأ الشفافية على توضيحه عبر بلاغاتها الإخبارية لمناضلاتها ومناضليها وللصحافة الوطنية والدولية وللرأي العام الوطني. إن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع 25 أبريل وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة. ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعاتها بأن هذا الاتفاق مخيب للآمال ولا يرقى إلى الحد الأدنى للانتظارات الطبقة العاملة ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات. وبالتالي فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
وهي تقلد فاتح مايل هذه السنة تحت شعار التنظيم والنضال، والذي جعلناه يوما احتجاجيا، فإنها تنبه إلى خطورة تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وتحمل كامل المسؤولية للحكومة، وسيجتمع مجلسها الوطني للتداول في الآفاق النضالية، وتستنفر كل أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية لمواصلة برنامجها النضالي واتخاذ كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات. لقد خاضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر تاريخها ملاحم نضالية، وشن التاريخ الاجتماعي لهذا الوطن دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة للجماهير الشعبية التي احتضنت هذه المعارك ودعمتها. واليوم نحن ندعو كافة التعبيرات السياسية والحقوقية والمدنية الديمقراطية المنهازة لقضايا المهمشين والفئات ضحية الاستغلال إلى التكتل وتوحيد النضالات الفئوية والمجالية من أجل التأثير في ميزان القوى المختل حاليا لصالح قوى الاستغلال. أخواتي إخواني، ستظل الكونفدرالية وفية لمبادئها ولهويتها الكفاحية والنضالية من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية وخوض الصراع من أجل البناء الديمقراطي الحقيقي بما يعنيه من حقوق وحريات وسيادة الشعب ومؤسسات تمثيلية منتخبة بشكل نزيه وشفاف وفصل للشرط بما يضمن ربط القرار السياسي والاقتصادي بصناديق الاقتراع. فالديمقراطية هي المدخل الأساسي للتنمية والعدالة الاجتماعية. وقد قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تحقيقات واسعة مع التنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية الديمقراطية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية من أجل تشكيل جبهة اجتماعية توحد النضالات. نعاهدكم على الاستمرار في النضال من أجل مغرب لكل المغاربة، مغرب الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وقد تقرر عقد المجلس الوطني وتعبئة كل الأجهزة المحلية والقطاعية لمواصلة النضال لتحقيق مهامها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. وتحية نضالية وشكرا، وإلى لقاءات أخرى، وعاشت الطبقة العاملة، وشكرا لكم.